نورلاند يؤكد للسائح دعم بلاده للسير نحو الانتخابات في ديسمبر القادم. الأفريكوم تقول لا استقرار لليبيا دون سحب المرتزقة وخوض الانتخابات. عرف النايض يقدم للمفوضية أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ويستلم بطاقته الانتخابية متمنيا التوفيق للجميع. ثلاث نقاط رئيسية تضعها المفوضية لقبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. هذه أخبار الثامنة مشاهدينا من قناة ليبيا تقدمها لكم فرح قدادة وسليمان الباروني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. وفي نشرتنا الاقتصادية الزميلة مرام الحلايكة. شكرا جزيلا. ونتابع في الاقتصاد. تعاون ليبي روسي مشترك في النفط والغاز والكهرباء ومجالات أخرى. تضمين زيادة المعلمين إلى شهر أكتوبر وإفراجات لمرتبات متوقفة منذ سنوات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جدد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم بلاده لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبما يحقق أمن ونزاهة عملية التصويت في الانتخابات المقبلة. وأفادت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بأن نورلاند أكد لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السيح خلال لقائهما أن ضمان أمن التصويت يعد جزءا أساسيا من السماح للناخبين بتقرير مستقبل بلادهم. هذا وبحث نورلاند مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في العاصمة طرابلس توفير دعم دولي أفضل لجهود الليبيين استعدادا للانتخابات المنتظرة. السفير في تغريدة عبر حسابه أو حساب السفارة على تويتر أشار إلى أنه ناقش مع الكوني إمكانية المجتمع الدولي تقديم الدعم بشكل أفضل لجهود الليبيين الذين يعملون من أجل انتخابات ديسمبر. تحظى ليبيا باهتمام دولي واسع فيما يخص المسار السياسي، خاصة أن البلاد على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الدول الداعمة للملف الليبي وما يحيط به من مطالب شعبية تتعلق بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وسحب المرتزقة من الأراضي الليبية. تفاصيل أوفى عن الدعم الأمريكي خصوصا الأخير منه للملف الليبي نتابعه في هذا التقرير. لا شك أن ليبيا عالقة الآن في عنق الزجاجة وتحاول الخروج منه بكل ما أوتيت من قوة بالرغم من كل العراقيل التي تحيط بها من كل جانب، إلا أن ذلك لا يعد سهلا بالتصفيق بيد واحدة بل يحتاج إلى دعم ومساندة كلا الطرفين الأجنبي والعربي. هذا ما تحظى به ليبيا في هذه الفترة الحرجة، فالكثير من المؤتمرات عقدت من أجل حلحلة الأزمة الليبية من قبل دول الجوار فضلا عن مشاورات أوروبية وأمريكية تمت أيضا للدفع بهذا الاتجاه. فلو توقفنا قليلا عند الدعم الأمريكي لوجدنا أنه شهد حضورا قويا في مسرح الأحداث في ليبيا، فالولايات المتحدة الأمريكية تنتهز الفرصة في كل مناسبة لتأكيد دعمها للملف الليبي وما يحتاجه الآن فيما يتعلق بإجراء انتخابات ديسمبر أو فيما يتعلق بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية. وبغض النظر عن المصالح الأمريكية من هذا الاهتمام، إلا أن الشعب الليبي لا يهتم بمصالح أمريكا بل يريد تحقيق هذه النتيجة. إن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو أنها أصبحت أكثر انخراطا بالسياسة الخارجية الليبية بعد أن أصبحت هي الأخرى أكثر ثباتا واتزانا من ذي قبل، كما أن أمريكا باتت تستخدم أدوات دبلوماسية دقيقة مع نظيراتها من الدول العظمى، والذين بلا شك يشكلون أوراق ضغط مهمة يمكن لها حلحلة الأزمات الليبية والنهوض بالبلاد وإعادتها لمصاف الدول المتقدمة جيوسياسيا. أكثر ما تركز عليه أمريكا حاليا هو تقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها. فاللقاء الأخير للمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند برئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أكد خلاله أن ضمان أمن التصويت يعد جزءا أساسيا من السماح للناخبين بتقرير مستقبل بلادهم، عدا عن تأكيدات متواصلة من نورلاند أو من الخارجية الأمريكية تنبه جميعها على أهمية عدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي، فضلا عن مطالبة الدول التي تمتلك مرتزقة في ليبيا بضرورة إخراجها فورا وبلا عرقلة تمهيدا لانتخابات ديسمبر. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيفي الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي بالغرض؟ وهل ستنجح الضغوطات الأمريكية لإجراء انتخابات ديسمبر في موعدها أو سحب المرتزقة؟ لن نفكر كثيرا الآن في الإجابة، فهناك 36 يوما فقط تفصلنا عنها. إلى ذلك أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم عن دعمها للجهود الدبلوماسية للمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، كما جددت دعوتها لانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية، مؤكدة أنها خطوة رئيسية نحو استقرار ليبيا، مضيفة أنها تواصل العمل للحط من قدرة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدات ليس فقط على الأمن الإقليمي الليبي ولكن على الولايات المتحدة وأوروبا أيضا. تقدم رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايد اليوم بطلب ترشحه لرئاسة البلاد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مثنيا على جهودها واستعداداتها لإتمام هذا الحدث الديمقراطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت منذ قليل بتقديم طلب ترشحي إلى رئاسة دولة ليبيا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. اسمي عارف علي أحمد النايد، أنا مهندس، أستاذ جامعي، سفير سابق، وتقدمت بملفي متكاملا إن شاء الله. وبهذه المناسبة أشكر المفوضية على كافة الاستعدادات وكافة الجهود، وخاصة الشباب والشابات في هذه المفوضية من المتطوعين والمتطوعات، بارك الله فيهم جميعا. كما أود أن أشكر جميع شبابنا وشاباتنا في تكتل إحياء ليبيا على كل مجهوداتهم في تجهيز هذا الملف، وأشكر كل من شاركنا في الترتيب للتزكيات. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل المولى عز وجل التوفيق لجميع المترشحين في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، ويجب أن نسعد جميعا بهذه المناسبة، لأن هذه الانتخابات هي حلم كثيرا ما راود هذا الشعب الأبي. نسأل المولى عز وجل الحفظ لليبيا والأمن والأمان لليبيا. بارك الله فيكم جميعا على الحضور. إلى ذلك تسلم النايد بطاقته الانتخابية من مركز اختراع مدرسة يوسف بوكر في مدينة بنغازي. عبر رئيس تكتل إحياء ليبيا عن سعادته باستلام بطاقته التي قال إنها تعني له الكثير، كما أثنى في تصريحات له على دور المفوضية والمراقبين والمتطوعين في أداء واجبهم تجاه تنظيم العملية الانتخابية بالشكل المطلوب. كما أكد رئيس تكتل إحياء ليبيا خلال تصريح خاص لقناة ليبيا ضرورة احتكام الجميع للقانون، كون القانون فوق الجميع بغض النظر عن من سيكون الفائز بالانتخابات، واضيفا أن تحقيق الديمقراطية للشعب الليبي هو الفوز بحد ذاته. أنا فرحان بهذه البطاقة، هذه البطاقة تعني كثير، تعني أن الشعب الليبي يعني يستطيع أن يختار قياداته النيابية والرئاسية، وهذا شيء عظيم. الشعب الليبي تطلع له لسنوات طويلة. ندعو المولى عز وجل أن كل شيء يمشي على خير إن شاء الله، والانتخابات تكون ناجحة. نحيي المفوضيه ونحيي كل المتطوعين والمراقبين والناس اللي قاعده تجري ليل نهار باش تنجح الانتخابات، ونشجع المواطنين انهم ياخذوا بطاقاتهم بحيث انهم يساهموا وصوتهم ما يريحش، وايضا انهم يحموا جميع مراكز انتخابيه في كل انحاء ليبيا. الكل يجب ان يحتكم للقانون وان يكون القانون فوق الجميع ان شاء الله، بغض النظر عن من الكاسب ولا الخاسر في هذه الانتخابات. الشعب الليبي هو الكاسب بان الديمقراطيه في ليبيا تنجح، وهذا اهم شيء ان شاء الله. وأشار النايض إلى أن الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقق بجهود الليبيين والليبيات، داعيا الجميع إلى المبادرة لاستلام بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق القادم. الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر أمر عمل عليه كثير من الليبيين والليبيات بجهود مكثفة. نهنئ الجميع بالوصول إلى هذه المرحلة، ونرجو المولى عز وجل أن يتمم على الدولة الليبية بخير إن شاء الله، بحيث تكون انتخابات نزيهة وشفافة تتسم بالسلمية وتتسم بالتوازن وتتسم بالأريحية إن شاء الله. نطلب من الشعب الليبي الكريم أن يبادر لاستلام بطاقات الانتخابات والمشاركة بقوة في هذه الانتخابات. هذه مسؤولية يعني علينا جميعا بأن نختار قيادات لليبيا تجدد هذه الشرعية الليبية إن شاء الله، وتحافظ على يعني سيادة ليبيا وحدتها وازدهارها إن شاء الله. من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات عن توزيع 759,058 بطاقة ناخب على عدد من مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد. نعم فرح، المفوضية أوضحت بأن عدد الرجال الذين حصلوا على بطاقة ناخب بلغ 507,205 رجل، في حين بلغ عدد النساء 251,853 امرأة. قال رئيس قسم المرشحين بإدارة العمليات بمفوضية الانتخابات تواتي رمضان إن موظفي القسم قاموا بفحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك بعد استلامها وفقا للشروط المحددة. وأضاف رمضان أنه بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق سيتم نشر القوائم الأولية للمرشحين متضمنة أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح، لتبدأ بعد ذلك فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات. وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين ب 12 يوما سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات. ومع إعلان المفوضية العليا للانتخابات تسلم أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية، الذي من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدم المزيد منهم بحال استكمال مصوغاتهم القانونية، يأمل الشعب الليبي بتسلم مرشح يحقق مطالبهم ويضمن سيادة تراب الليبي. تابع. يعقد الليبيون آمالا واسعة على إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر، وينتظرون من الرئيس المقبل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنعاش الاقتصاد الذي يئن تحت وطأة الأزمة منذ اندلاع أحداث عام 2011. وضمن هذا الإطار يرى محللون أن الاستقرار والأمن يشكلان أولويات المواطن الليبي الذي بات يحلم بإجراء الانتخابات، لأنها ستمكنه من بلوغ الدولة الآمنة المستقرة ذات السيادة من جديد، فيما يأمل البعض الآخر في أن تكون هذه الانتخابات نهاية لصراع الشرعيات التي عصفت بالبلاد منذ انتخابات مجلس النواب عام 2014 وتحقيق المصالحة الوطنية الاجتماعية بعد سنوات عانى فيها الليبيون من التهجير والنزوح من مناطقهم إلى مناطق أخرى وإلى خارج البلاد. ويؤكد باحثون أن الإرهاب هو الكابوس الذي يقلق ليبيا ويجب مكافحته وتجفيف منابع تمويله، وأن هذه المسألة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية وضبط الحدود، مشيرين إلى وجود المرتزقة في الأراضي الليبية. فتشكيل حكومة وطنية تهتم بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية وتشغيل الشباب العاطل عن العمل وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد والتنمية هي أهم نتيجة يمكن أن تحققها الانتخابات. انتخابات لطالما انتظرها الليبيون لتحقيق آمالهم ومستقبل أطفالهم، فهل سيأتي من يحمل هذه الآمال على عاتقه ويعمل لصالح وطنه وإعمار بلاده وتحقيق السيادة والحرية لكافة الليبيين المتعطشين للاستقرار والأمن منذ سنوات؟ أعلن القيادي في المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ محمد البرغوثي عن ترشحه لعضوية البرلمان عن مدينة بني وليد في الانتخابات المقبلة. هذا وينضم البرغوثي لقائمة المرشحين لمجلس النواب الذين بلغ عددهم 826 في كل الدوائر الانتخابية بعد أن فتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات الاثنين الماضي، والذي سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري للانتخابات الرئاسية وحتى 7 من ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية. حددت مفوضية الانتخابات 3 نقاط رئيسية ضمن إجراءاتها لقبول طلبات الترشح من قبل المواطنين الراغبين في خوض المنافسة لانتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس النواب بهدف تحقيق المصداقية. التقرير الآتي يطرح تفاصيل هذه النقاط، نتابع. تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جهودها المكثفة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة باعتبارها الأمل الأخير للشعب الليبي المتمسك بها كمن يتمسك بريشة في الهواء بكل ما يملك من قوة وإرادة. وضمن مساعي المفوضية لتحقيق أعلى المستويات من الشفافية والمصداقية في إجراءات قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قامت بتحديد 3 نقاط رئيسية لضمان النزاهة المطلوبة. المفوضية أفادت في النقطة الأولى بأن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قبل، بل هي عملية استلام فقط للطلب الذي سيحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها. فيما أكدت النقطة الثانية أن المفوضية ستقوم بنشر ما يعرف بالقوائم الأولية التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، وذلك بغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، والتي ستستمر لمدة 12 يوما. بعد ذلك سوف تنشر المفوضية القوائم النهائية التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وستقوم بتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت بحسب النقطة الثالثة. هذا وتواصل جميع الجهات ذات العلاقة عملها المكثف في سبيل تحقيق الأمل المنشود الذي لم يعد محليا فحسب، بل أصبح مركز اهتمام المجتمع الدولي والعربي. طالب عضو مجلس النواب محمد العباني المجتمع الدولي بمعاقبة كل من يريد انتهاك حق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته في إجراء الانتخابات وفرض عقوبات عليه تتناسب مع حجم جرمه. وأكد العباني أن حماية المجتمع الدولي للانتخابات تأتي في إطار التزامه القانوني والأخلاقي بشؤون البلاد منذ تدخله سابقا في إسقاط النظام، ما يوجب عليه الآن مساعدة الشعب في إقامة نظامه السياسي وبناء دولته بحسب قوله. مع اقتراب موعد الانتخابات والمطالبات الشعبية بضرورة إجرائها، بدأت تظهر في الأفق وعلى أرض الواقع محاولات عرقلتها وعدم إقامتها. تقرير لريما مرار يبرز أغلب هذه المحاولات التي يصفها المراقبون بالفاشلة. يبدو أن التحذيرات من مخطط عرقلة الانتخابات بدأت تتحول إلى وقائع تنذر برائحة حرب على انتخابات ديسمبر تلوح في الأفق. ومع اقتراب موعد الاقتراع وتقديم المترشحين لطلبات ترشحهم رسميا، نجد مساعي حثيثة من كيانات وأشخاص لإفشال هذا الحدث الديمقراطي المنتظر الذي سيغير ملامح البلاد ويضع حدا للفوضى وانعدام الدولة. وفي جدول مخططهم كانت مفوضية الانتخابات أول هدف لسهامهم من خلال محاولة إغلاق مقارها وتخريبها، رغم أن مديريات الأمن في تلك المناطق نفت ذلك، قائلة إن الهدف من وراء هكذا أخبار هو إثارة الفتنة وزعزعة الأمن. فحتى صدور مثل هذه الأنباء في حد ذاته حسب مراقبين يعد محاولة للتشويش على سير العملية الانتخابية وإفشالها. الحرب على المفوضية كانت إلكترونية أيضا، حين نشر منشور غريب على صفحتها الرسمية بفيسبوك تستنكر ترشح أحد المسجلين للانتخابات الرئاسية، لتبرر المفوضية بعدها ما حصل بأنه قد يكون قرصنة إلكترونية أو اقتحاما أمنيا على مقر المفوضية، ما أثار استغراب الشارع. أحداث تعيدنا إلى تصريحات أطلقها رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري قبل أسابيع، حين دعا علانية إلى حصار المقرات الحكومية والمفوضية مناديا بعدم المشاركة في الانتخابات. هذه المحاولات لن تكون رد الفعل الوحيد ولا الأخير، فلا يزال في جعبة المعرقلين الكثير من الحيل للبقاء مهما كلف الأمر. فعلى سبيل المثال نجد تصريحا آخر يصنف من ضمن التصريحات الهادفة لعرقلة الانتخابات، أطلقه عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، الذي دعا فيه لإغلاق مراكز الاقتراع لمنع إتمام الانتخابات، ضاربا رغبة وتمسك الشعب الليبي بإقامة انتخابات حرة ونزيهة عرض الحائط، حين وصف الانتخابات بالمهزلة في محاولات لخلط الأوراق والتشويش على استحقاق ديسمبر. سيناريوهات ورغم خطورتها إلا أنها لن تستطيع الوقوف أمام رغبة الشارع الليبي الكبيرة بإقامة الانتخابات، ولن تتمكن من التأثير عليها، خاصة مع الدعم الدولي المقدم في سبيل إنجاحها. نظم حزب صوت الشعب جلسة حوارية حول الاستحقاق الانتخابي القادم بحضور عدد من الشخصيات والنخب السياسية والاقتصادية من بلديات طرابلس الكبرى. هذه الجلسة فرح تهدف، والتي أقيمت بمقر الحزب في منطقة جرجارش من عاصمة طرابلس، تهدف لوضع إطار عام يبنى على أساسه التعامل مع الانتخابات، حيث أكد الحضور ضرورة انتخاب أصحاب الكفاءة الذين يستطيعون النهوض بالبلاد والخروج بها من الأزمات، وبما ينعكس على الصورة الحضارية للبلاد. اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات الشعبية للتعرف على الأشخاص الذين يرغبون في الدخول للسباق الانتخابي الرئاسي والبرلماني. اليوم بدعوة وباستضافة من حزب صوت الشعب تم حضور فعاليات وحكماء وأعيان من طرابلس المركز تحاوروا حول موضوع الانتخابات بصفة عامة وكيفية التنسيق في اختيار العناصر للدفع بها للعمل البرلماني تكون من الناس المشهود لها بالكفاءة وبحسن السيرة والسلوك. وأيضا تم النقاش الآن حول موضوع الانتخابات الرئاسية، وستكون هناك العديد من اللقاءات الأخرى قبل يوم 24 بإذن الله وبعد يوم 24 بإذن الله تعالى. جلسة اليوم كان بالتشاور بين مجلس حكماء وأعيان بلدية حيلندلس وبين النخب السياسية والاجتماعية والرياضية اللي محسوبة على بلدية حيلندلس حول آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب. نحن لازم نتفقوا كنا على شخصيات قادرة على تحمل مسؤولية في المراحل القادمة، وإن شاء الله يكونوا الشخصيات اللي متقدمين لمجلس النواب لما يقدروا يوصلوا صوت المواطن ومعاناة المواطن، وهذا احنا اللي نطمحوا له كنا كليبيين وكشرائح اجتماعية وكشباب. يجب أن تكون للشباب كلمة في مجلس النواب، كذلك يجب أن يكون الشارع الليبي واعي لانتخابات مجلس النواب من الشخصيات اللي بتكون في المرحلة القادمة. كانت الحوارية هذه للنقاش حول الاستعدادات الانتخابية الرئاسية منها والبرلمانية، وكيفية توحيد الصفوف، وتكلم الأغلبية عن هموم الوطن والتجارب السابقة سواء في ما يخص تجربة المؤتمر الوطني أو تجربة البرلمان السابق الموجود إلى حاليا، وكيفية الاستفادة من الإيجابيات والأخطاء والسلبيات أيضا من سبقونا. تستمر المكاتب والمراكز الانتخابية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في مختلف المناطق بتسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين لديها بسجل الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة. هذا وأكد مدير المركز الانتخابي بمدرسة عبد الرحمن البوصيري في غدامس لقناتنا، أكد أن تسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين بسجل الناخبين يكون بالحضور الشخصي للناخب في مركز الانتخاب المسجل به. البداية العملية كانت بطيئة جدا، لكن اليوم يعني كان أفضل من أمس بكثير، وبدأت الناس تتوافد لاستلام بطاقتها، والعملية تتم بسلاسة. الإجراء الأولي اللي هي العملية الوقائية، فالعملية الوقائية هي الأساس، ومن ثم يعني أخذ الإنسان الناخب للسبورة أو اللوحة اللي تنكتب عليها الأسماء لمعرفة رقم ناخب خلال السجل الموجود عند لجنة محقق الهوية. فبالتالي نأخذ هذا الرقم ونسلمه لمحقق الهوية، وهو بالتالي يبحث عن رقم البطاقة، ويتم بالمقابل تسليم البطاقة للناخب، ويوقع الناخب على هذه البطاقة بعد أن يعطي معلومات كاملة عن نفسه ورقم هويته، باعتبار أن الهوية شيء ضروري بإثباتها. قام مدير أمن الشاطئ العميد صلاح الدين السوسي بجولة تفقدية إلى عدد من مراكز الاختراع بالمدينة. هذه الجولة تأتي للوقوف على عمل أعضاء الشرطة في تأمين المراكز ومتابعة سير عملية توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين. فيما يخص ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في الأراضي الليبية، ما زال الجانب التركي يؤكد في تصريحاته بأن القوات العسكرية التابعة له في ليبيا هي بموجب اتفاقيات سابقة مع الجانب الليبي. نعم، أنقرة شددت على أنها موجودة من أجل حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا. أين ستصل التصريحات التركية حول هذا الملف، ومتى سيحسم الجدل حوله؟ نتابعه في هذا التقرير. من يتابع الشأن المحلي الليبي سيجد أن ليبيا ما زالت عالقة بعدة ملفات حيوية، أبرزها ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الذي شهد تأييدا دوليا واسعا، وفي ذات الوقت واجه عنادا أيضا، ما يؤدي إلى عرقلة حركة المسار السياسي ويقوض الجهود المبذولة نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. هذا العناد في الحقيقة لا يصدر حاليا إلا من الجانب التركي، الذي ما يزال يكابر في تنفيذ المطالبات التي طلبت منها حول إخراج قواتها من ليبيا، حيث إن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأخيرة عدها مراقبون للشأن المحلي الليبي أنها تزيد من التوتر حول هذا الملف، حيث أن أكار عد بلاده أنها لا تلعب دور قوة أجنبية في ليبيا، مبينا أنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين بحسب قوله. وليس هذا وحسب، بل زعم أكار أن بلاده لا تحارب لأجل أمنها فقط، بل من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة، كما أن أنقرة وطرابلس لديهما روابط أخوية تزيد عن 500 عام، مشيرا إلى أن أي تطور باسم الاستقرار في ليبيا ساعد في بداية العملية السياسية الحالية قد كان ممكنا بمساهمات تركيا، لافتا إلى أن السلطات الليبية تعبر أيضا عن هذه الحقيقة، فهدفنا ليبيا ملك للليبيين وضمان سلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية بفهمها، والمساهمة في تكوين ليبيا تعيش في سلام واستقرار بحسب قوله. يبدو أن تصريحات أكار لم تتوقف عند تصريحات الرئاسة التركية الصادرة في وقت سابق حول رفض تسمية قواتها الأجنبية في ليبيا بالمرتزقة، واعتقادها أن التعامل مع هذا الملف يعد أسلوبا خاطئا، بل ها هو اليوم يزيد الطين بلة ويعاود إثبات العناد التركي في هذا الملف أمام المجتمع الدولي. فإلى أين تريد أن تصل تركيا في هذا الملف، ومتى ستحسم الجدل المثار حوله، وهل ضربت بعرض الحائط كل الضغوطات الدولية التي أحيطت بها كالضغوطات الأوروبية والأمريكية، والتي وضحت لها بأن عنادها قد يعرضها لعزلة دبلوماسية واقتصادية غير متوقعة، أم أن تلك الضغوطات لا تكفي لأجل إزاحة تركيا عن المشهد السياسي الليبي؟ فهل إذن سنشهد مزيدا من أوراق الضغط في هذا الملف؟ بحث رئيس أعضاء اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل مع أعضاء من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعدد من مسؤولي مكاتب الأمم المتحدة في اجتماع آلية تعزيز القدرات بين الوزارتين، وتناول الاجتماع مناقشة العديد من بنود مصفوفة العمل المشترك وبرنامج تطوير عدالة الأحداث والنقاط المشتركة بين الوزارات، وكذلك النقاط المنفصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال تعزيز القدرات والرفع من كفاءة الأعضاء على الصعيد المشترك ومتعدد الأطراف. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد و13 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة. ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 366,238، مما وصلت الوفيات إلى 5,332. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في النشرة الوبائية المحلية للفيروس أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل بلغ 35 حالة خلال الساعات 24 الماضية. أوضحت الوزارة في بيان لها في فيسبوك أن 26 حالة خرجت من المستشفيات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة وصل إلى 121 في الفترة نفسها. افتتحت مجموعة من سيدات بلدية غات مركز المنتهى للتعليم والتدريب ضمن مشاريع تمكين المرأة بحضور عدد من المهتمين بقطاع التربية والتعليم. أكد الناطق الإعلامي لمجلس شيوخ طوارق ليبيا الخير إيدال ضرورة تطوير جميع فئات المجتمع وتنشئة الأطفال عن طريق التدريب باستخدام المناهج التعليمية الحديثة، إضافة إلى تدريب الشباب الباحثين عن العمل. من جهتها أوضحت مديرة المركز عايدة كرار أن المركز يشدد على التعليم والتطوير وتقديم الخدمات التعليمية كدورات التقوية في المناهج الدراسية. في منطقتنا نجهل كثير من استعدادات ورغبات. أما في بنغازي فقد أقيم افتتاح بنك الشفاء الطبي للأعمال الخيرية والمعني بمساعدة المرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم. بنك الشفاء اللي بالغرض الأساسي منه هو مساعدة الناس اللي ما يستطيعوش التحصل على العلاج، وهو طبعا ما عندهش ميزانية، هو يتحصل على الميزانية التشغيلية متاعه عن طريق تبرعات من الناس. يعني إذا كان تبرعوا حتبدأ الميزانية كويسة، ما تبرعوش تبقى الميزانية قد تكون معدومة. هذا البنك الذي أسسه المرحوم الدكتور إبراهيم قويدر وكان يتمنى أن يراه في الواقع العملي، لكن للأسف وفاة المنية قبل أن يرى البنك النور. نحن اليوم نحتفل ببداية أو انطلاق أعمال هذا البنك، وهو عبارة عن منظمة خيرية تعمل على مساعدة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج والحصول على الدواء والخدمة الطبية المميزة. اليوم نحتفل بانطلاق أعمال هذا البنك، وفي نفس الوقت نقوم بعملية تأبين أو احتفالية تأبين للمرحوم إبراهيم قويدر، وأيضا سنكرم العاملين في بعض الجهات التي عملت مع البنك في القيام بحملة خلال الفترة الماضية وتم فيها كقافلة طبية زيارة مركز الأمل لمتعددي الإعاقة. اجتمع بمدينة البيضاء مدير مكاتب النشاط المدرسي ببلديات المنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم وعدد من مسؤولي التعليم في المنطقة. هذا وقد ناقش الاجتماع الخطط السنوية التي تعتزم الوزارة القيام بها خلال هذا العام، والمتمثلة في تكثيف الأنشطة الطلابية في كافة الجوانب. كما استعرض مدراء المكاتب خلال الاجتماع أهم الأنشطة التي قاموا بها العام الماضي، وكذلك طلبوا مدراء مكاتب النشاط المدرسي المسؤولين في الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات والمعدات المتعلقة بالنشاط المدرسي حتى يتمكنوا من إقامة الأنشطة في كافة المؤسسات. اختتمت بكلية الهندسة بجال ورشة عمل بعنوان ما تسكتنيش، والتي تنظمها وتشرف عليها المنظمة الليبية للتنمية فرع بنغازي. الورشة التي حملت شعار نعم لحرية الرأي والتعبير لا لخطاب الكراهية استهدفت طلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق جال وأوجلا وشخرة والكفرة وجدابية، واستمرت ل5 أيام. الآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة مرام الحلايقة والنشرة الاقتصادية في هذه القناة. مساء الخير مرام. شكرا سليمان ومساء الخير لك ومساء الخير فرح. مساء الخير مرام. أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أقيمت في قاعة الألعاب الصغرى بالمدينة الرياضية بطرابلس الفعاليات الطلابية والشبابية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، واستمع المشاركون لوعود كثيرة منهم من يراها حلما رغم أنها مطالب شرعية في دولة غنية مثل ليبيا. تقرير يرصد أبرز هذه الوعود وما الهدف منها، وهل هي حقيقة أم مقتصرة فقط على صندوق دعم الزواج؟ نتابع. على رصيف الأمل ينتظر الشباب الليبي أن تتحسن أوضاعهم وأن تتحقق كل الوعود التي أعطيت لهم مؤخرا، فلربما تتحقق هذه المرة مطالبهم المشروعة حتى وإن جاءت على شكل طلب للدعم. ففي المدينة الرياضية بطرابلس اجتمع عدد غفير من الطلبة والطالبات في الفعاليات الطلابية والشبابية في مكان واحد ليستمعوا ماذا سيلقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من كلمة، وماذا سيعد الشباب وماذا يريد. الدبيبة قال إن منحة الطلاب اليوم محدودة ولكنه سيضاعفها أضعافا وأضعاف لإدراكه أن أهالي الطلبة وعائلاتهم عاجزون عن تغطية مصاريفهم، مشددا على أنه لا يريد لأحد أن يترك الدراسة لهذا السبب. كما تطرق أيضا في كلمته إلى إعادة فتح منظومة الزواج، فهي من أبرز الأعمال التي قام بها مؤخرا، كما أعطى العديد من الوعود مثل مساكن صحية وقروض سكنية وتخصيص قطع أراض وغيرها من الأمنيات التي هي من الأساس حقوق وليست أمنيات ومطالب، ومن ضمنها الإفراج عن جميع المرتبات المتوقفة منذ أعوام، المشكلة التي أرهقت الموظفين بالقطاعات الحكومية 36 يوما. تفصل الدبيبة عن تسليم مقاليد الدولة إلى من سينتخبه الشعب، فكيف سيفي بجميع ما وعد به، وهل هذه وعود تخدم المرحلة الحالية أم أنها ستبقى في صالح الشعب وستسير كل قراراته بالشكل المطلوب حتى بعد تسليمه السلطة؟ بحث وزير الشباب فتح الله الزني مع مدير عام صندوق دعم الزواج خالد بجناح وأعضاء اللجنة الاستشارية بالصندوق بحث آليات وضوابط منحة دعم الزواج. جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة آليات وضوابط المرحلة الثانية من منحة تيسير الزواج للشباب وفق أسس علمية واجتماعية، بالإضافة إلى وضع القيود اللازمة لضمان عدم التلاعب والتزوير أثناء عملية التقديم على المنحة. استعرض الاجتماع الأول للجنة المشتركة الليبية الروسية الذي ترأسه من الجانب الليبي وزير النفط والغاز محمد عون أوجه التعاون في مجال السكة الحديدية والكهرباء والنفط والغاز، إضافة إلى المطاحن والأعلاف والتعليم العالي والمجال الصحي. الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر كتي بمقر ديوان وزارة النفط والغاز اتفق فيه الحاضرون على أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين إلى جانب الاستفادة من خبرة الشركات الروسية في الاستثمار في المشاريع الحيوية. يحظى قطاع النفط في ليبيا باهتمام دولي واسع خصوصا الأمريكي منه، حيث إن ليبيا تعد البوابة النفطية الأبرز ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط بل على مستوى العالم بأكمله. تفاصيل أكثر عن الاهتمام الأمريكي الأخير بقطاع النفط في ليبيا نتابعه في التقرير الآتي. على شاكلة التململ الحاصل في المشهد السياسي الليبي، يعيش قطاع النفط الحيوي في البلاد تذبذبا متوترا تماشيا مع التجاذبات السياسية الحاصلة وتغير موازين القوى في ليبيا في بعض الأحيان، ما جعلها تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي جراء الإغلاقات المتكررة في وقت سابق، الأمر الذي أثر سلبا على إيرادات الحكومة من النفط. ولأن مصدر الدخل الوحيد في البلاد هو النفط وليس هناك دخل آخر يسد رمق الليبيين، بات من الأهمية بمكان الدفع بالقطاع النفطي إلى الأمام، سواء عن طريق دعمه من قبل السلطات الليبية أو الأطراف الدولية، بغية تحقيق الانتعاش في القطاع الاقتصادي وكذلك الارتفاع في مستوى الإنتاج. وعليه نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تواصل اهتمامها بالقطاع النفطي في ليبيا، حيث شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نوراند في تصريحاته الأخيرة على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها. تصريحات نورلاند بشأن الاهتمام بالقطاع النفطي لاقت ترحيبا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، التي لفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الدعم المحلي والدولي الذي تحظى به المؤسسة الوطنية للنفط نظرا لنجاحها الكبير في إدارة قطاع النفط واستمرار عملياتها لصالح كل الليبيين، على الرغم من كل المشاكل التي مرت بها ليبيا خلال الأعوام الماضية وتغول بعض الجماعات المسلحة على القطاع ومحاولاتها المستمرة لاختراقه والسيطرة عليه والانتفاع غير المشروع من خلاله، كما أكدت أنها لن تتوانى في استخدام حقها القانوني للدفاع عن عامليها والمحافظة على استمرار عملياتها، وستعمل مع كل شركائها في المصلحة الوطنية من أجل معاقبة كل من يتعرض لهذا القطاع أو يحاول النيل منه خدمة لمصالحه الشخصية الضيقة. في الحقيقة لا يختلف اثنان على أن توقف الإنتاج في فترة سابقة في ليبيا قد ترك بصمات سوداء على الاقتصاد الليبي بأكمله، ناهيك عن التسبب في أزمة مالية واقتصادية خانقة، ما يخلق مخاوف من تعثره مجددا. لكن بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي قد يؤتي ذلك الاهتمام الأمريكي بالقطاع النفطي الليبي أكله، وقد يجدي نفعا ويبعد شبح الإغلاق وتدني الإنتاج. فبلا شك أن سوق النفط في ليبيا بات لزاما لأن يعود إلى قوته الاستراتيجية التي تهابها أسواق النفط العالمية. هذا وضمنت وزارة المالية زيادة مرتبات المعلمين التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ضمن مرتبات أكتوبر، كما نفذت 85 ألف إفراج من المرتبات المتوقفة منذ سنوات. جاء ذلك في منشور على منصة حكومتنا، والذي أضاف أن الوزارة سلمت أيضا أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات صرفها. أفادت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عال ومنخفض بطول 2400 متر، وأوضحت الشركة في بيان لها على فيسبوك إنها رصدت سرقة أسلاك ضغط عال ومنخفض بطول 1800 متر على خط حوين من فرعية الوقود بدائرة توزيع قصر بن غشير، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عال بطول 600 متر على خط الخزاني من 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المركب، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن عدد من المنازل والمزارع. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا طرح للأحمال على الشبكة العامة للكهرباء على الجناح الغربي أو الجنوبي أو الشرقي للشبكة، وبذلك يكون قد مضى 41 يوما على التوالي الذي لا يشهد طرحا للأحمال. وبحسب بيان الشركة في فيسبوك فقد دعت إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، مؤكدة أنه في حال حدوث عطل فني يمكن الاتصال بالشركة. افتتحت بلديات الجبل الأخضر محطة التحلية السوسة بعدما تم صيانتها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية بعد خروجها عن الخدمة منذ عامين، وتسبب تعطل هذه المحطة بارتفاع أسعار مياه الشرب في جميع مدن بلديات الجبل الأخضر، حيث أكد رئيس فرعي بلدية شحات أن أهالي الجبل عانوا طويلا من شح المياه، وهذه الخطوة كفيلة لإنهاء معاناتهم التي لم ينظر لها أحد من المسؤولين بحسب قوله. عقدت إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة اجتماعا مع وفد رجال الأعمال التشادي الذي يرافق رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والتعدين والحرف التشاد. تناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور، كما بحث الحاضرون أوجه الاستثمار والتعاون بين البلدين، خاصة تصدير المنتجات الليبية للتشاد وفتح آفاق عمل جديدة. جينا عشان نعزز العلاقات الموجودة بين البلدين ليبيا وتشاد، وكما تعرفون هذه علاقات من قديم الزمن، واليوم تربطنا علاقات قوية سياسية بين القيادتين. ونحن جينا من سيادة الرئيس المجلس الانتقالي، ففكرنا كيف يكون علاقة تجارية ونربط البضائع المرور من مصراتة إلى مدينة تشاد هي نجمينا. واليوم مما جئنا عملنا لقاءات مع المجلس رجال الأعمال في مصراتة، ووضحوا لنا ما هي التسهيلات الموجودة. وجدنا في مصراتة موجود أكبر ميناء في إفريقيا، وتاح لنا الفرصة. نحن زرنا مصراتة وزرنا بعض المصانع، ومن ضمنهم مصنع الحديد. هذا أكبر مصنع وأحسن مصنع في الجودة، وله يعني حتى مقاييس أوروبية. شرع مصرف الأمان بالعمل بنظام الحماية الثلاثي لتعزيز سبل الحماية لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر FCY وFCBL وFCLYD، وينطبق ذلك على البطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الذهبية والبلاتينيوم والبطاقات الائتمانية، وذلك لمنع العمليات الاحتيالية خلال التسوق عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة ماستر كارد العالمية. قام مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية فتحي أدلعو بجولة تفقدية برفقة مدير إدارة عمليات بنغازي عبدالسلام الناجي لمحطة مطار الأبرق، وتأتي هذه الجولة للوقوف على سير العمل بالمحطة والتأكد من توفر كافة الاحتياجات التشغيلية والتسهيلات للمسافرين. والآن إلى جولة سريعة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية، وكذلك أسعار الذهب بحسب السوق الموازي لهذا اليوم. إذا نظرة سريعة مشاهدينا على أسعار العملات الأجنبية، نجد أن نصفها مرتفع ونصفها الآخر منخفض، فيما الدينار الأردني هو الوحيد الذي استقر اليوم في قيمة التداول بحسب السوق الموازي لهذا اليوم. إذا نبدأ بالدولار الأمريكي، حيث وصل عند سعر الشراء إلى 4 دنانير و98 قرش، وعند الإغلاق 5 دنانير وقرش واحد. بالنسبة لليورو، وصل عند سعر الشراء 5 دنانير و48 قرش، وعند الإغلاق 5 دنانير و51 قرش. ننتقل بعدها مباشرة إلى الجنيه الاسترليني، وهو واحدة من العملات الأجنبية التي شهدت ارتفاعا في قيمة التداول بحسب السوق الموازي لهذا اليوم، حيث سجل 6 دنانير و51 قرش عند الشراء، وعند الإغلاق 6 دنانير و54 قرش. أما الدينار التونسي والجنيه المصري والليرة التركية، شاهدوا كل منهم انخفاضا في قيمة التداول بحسب السوق الموازي لهذا اليوم. إذا ننتقل إلى الدينار التونسي، حيث وصل عند سعر الشراء إلى 1 دينار و66 قرش، وعند الإغلاق 1 دينار و69 قرش. بينما الجنيه المصري وصل إلى 28 قرش عند الشراء، وعند البيع 31 قرش. قرش، وثم الليرة التركية وصلت عند سعر الشراء إلى 47 قرش وعند الإطلاق إلى 50 قرش. أخيرا الدينار الأردني الذي شهد استقرارا لهذا اليوم في قيمة التداول، حيث وصل عند سعر الشراء إلى 6 دنانير و97 قرش وعند الإغلاق 7 دنانير. أما الآن ننتقل إلى أسعار الذهب ولنرى ما هي قيمة التداول لكل منها بحسب السوق الموازي لهذا اليوم. إذن أغلب اليوم عيارات الذهب شهدت ارتفاعا في قيمة التداول. نبدأ بمسبوك عيار 18 حيث ارتفع إلى 215 دينار و50 قرش، بعدها مسبوك عيار 24 استقر عند 287 دينار، أما كسر عيار 18 ارتفع إلى 213 دينار، وكسر عيار 21 ارتفع أيضا إلى 248 دينار و50 قرش. أخيرا خارج عيار 18 استقر عند 290 دينار. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، والعودة الآن إلى غرفة الأخبار لاستكمال ما تبقى من النشرة مع زميل سليمان الباروني وفرح قدادة. إليكما. قام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد عثمان بافتتاح مكتب تحري غدامس بعد أن تمت صيانته وتزويده بالأجهزة والمعدات، وذلك بحضور عميد بلدية غدامس المكلف ومدير مديرية أمن غدامس وعدد من الجهات المعنية. افتتاح المكتب يأتي في إطار الدعم اللوجستي والمادي الذي قدمته وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وتفعيلا للعمل الأمني بالفروع والمكاتب التابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية. الثامنة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. نيران الخلافات السياسية في السودان تشعل أزمة الخبز والوقود، والمواطن دائما هو الضحية. أهلا بكم من جديد في الثامنة مشاهدينا. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم شحا في سلعتي الخبز والوقود خلال الأيام القليلة الماضية. في الوقت نفسه سليمان أكد عدد من أصحاب المخابز انخفاض حصص الدقيق الموزع عبر الوكلاء، مما تسبب في ندرة السلعتين الأهم للحياة نتيجة الأحداث السياسية المشتعلة التي تشهدها البلاد مؤخرا. ولا مشاهدينا نذهب إلى هذه الجولة السريعة في 90 ثانية رياضية وآخر أخبار الملاعب مع الزميل جهاد كوارع. تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. قال رئيس النادي الأهلي طرابلس ساسي أبو عون إن الفريق الأول لكرة القدم يركز حاليا على انطلاق الدوري ومباراة الملعب المالي في كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، مؤكدا صعوبة إقامة معسكر خارجي لضيق الوقت وصعوبة مباراتي الذهاب والإياب، داعيا اللاعبين لتقديم مستوى جيد بالمباراتين. تعادلت الأرجنتين والبرازيل بدون أهداف في مباراة متوترة وسريعة الإيقاع، ما يعني حفاظ الفريقين على سجلهما خاليا من الهزائم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. أعرب داني ألفيش الظهير الأيمن لنادي برشلونة عن سعادته الغامرة بالعودة لصفوف الفريق الكتالوني من جديد، وقال ألفيش في مقابلة مع قناة نادي برشلونة: لم أكن أتخيل العودة حتى في أفضل أحلامي. سجل بول جورج 34 نقطة ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز ب106 نقاط مقابل 92 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. الثامنة وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بالعناوين. نورلاند يؤكد للسائح دعم بلاده للسير نحو الانتخابات في ديسمبر القادم. الأفريكوم ما تقول: لا استقرار لليبيا دون سحب المرتزقة وخوض الانتخابات. عارف النايد يقدم للمفوضية أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ويستلم بطاقته الانتخابية، متمنيا التوفيق للجميع. ثلاث نقاط رئيسية تضعها المفوضية لقبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام أخبار الثامنة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابع موقعنا عبر الإنترنت libyachannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله. في أمان الله، إلى اللقاء.